ودلوقتي جه ميعادنا مع تقرير البيست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا للاسبوع ده زي ما حضراتكم متعودين. تعالوا نروح نشوف مع بعض التقرير ونرجع لكم مره تانية. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الأسبوع، وذلك وفقاً لما نوهت عنه دور النشر في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الأسبوع بين الروايات والكتب التاريخية والتنمية البشرية وأدب الجريمة. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية أولاد الناس للكاتبة ريم بسيوني، وتدور أحداث الرواية حول سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلاوون وحتى الغزو العثماني، وتعتبر من الكتب التاريخية. لم تخلو القائمة من أدب الجريمة، فجاءت في المركز الثاني رواية سيدة الزمالك للكاتب أشرف العشماوي، والتي تدور أحداثها في إطار تشويقي حول جريمة قتل في حي الزمالك. يأتي بعد ذلك في المركز الثالث كتاب أربع محاولات للحياة، وهو تجربة رباعية لأربع كتاب، وهم الكاتبة مروة سمير والكاتبة نشوى صلاح والكاتب أسامة علام والكاتب أحمد عبد المجيد، ويعتبر الكتاب مواجهة صادقة مع النفس. يأتي في المركز الرابع رواية ثلاثية غرناطة للكاتبة رضوى عاشور، وهي ثلاثية روائية تتكون من ثلاث روايات للكاتبة، وتدور أحداثهم في مملكة غرناطة بعد سقوط جميع المماليك الإسلامية في الأندلس. تختتم قائمة الأعلى مبيعاً بأحدث روايات الكاتبة نورة ناجي سنوات الجري في المكان، تدور أحداث الرواية حول العشر سنوات ما بين ثورة يناير وعام كورونا، ومدى تأثير هذه المرحلة على جيل كامل، وكيف حدثت تغييرات على جميع المستويات.